بخطى متعثرة تسير أم رعد بأزقة المدينة القديمة في النجف لكي تصل منزلها الذي بات بلا سقف يأويها من مطر وبرد الشتاء وحرارة شمس الصيف. هذه المرأة المسنة البالغة من العمر 83 عاماً تسكن هذا المنزل المتهالك الذي سقط سقفه عليها خلال موجة الأمطار الأخيرة. بس أنا عادت هنا صليت وألقيت لي شوية فحمات وقاعد أسوي شاي. عم وكان تهبل علي هبت. كنت أطلع الطريق ثاوي بالشارع تلقوا لي جواري النخطية. سكروني ولفلفوني وخذوني ورحت للصحن. ما جيت. شلون أردد الصبح شلون وين أروح؟ جيت لي أخاف أطمن. أخاف يوقع كله يعني كله واقع. عايشة أشوف هاي الأشبة مالت الباب بس الحياة والعريس حق عبد كله واقع. وأقول لهم وأريد ما حد يساعدني. ويقول الحاج عبد الأخ الأصغر لأم رعد أنه وأخته الكبرى يعيشون منذ عشرات السنين في منطقة إبراج إحدى المناطق القديمة في النجف دون معيل يعينهم سوى مساعدة بعض الميسورين لهم. وأنا سقطت دار قاعد 30 وبلصات عندي وعدسات هل تشوفني عرفت؟ فأنا شو أسوي؟ لا الحكومة ساعدتني عرفت؟ ولا المختار بفعل يقدم بالطلب علينا. فضلنا أمرنا من الله يم اللي يساعدونا بالإنجليز احنا قبل الإنجليز أبوي عمره طب شوف صورة مالته 123 طب شوف صورة تاريخ روح. على مقربة من أبي الأيتام والفقراء علي عليه السلام تسكن أم رعد. هذه المرأة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي فكتب عنها عشرات المدونين والناشطين والصحفيين أملا بإيصال أنين أم رعد لمن ألقى السمع وهو شهيد. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.